تفضل الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم يوم من أيام الله شهدنا فيه حضور هذه الدورة التدريبية من تقديم الأستاذ الفاضل فتش التربية الوطنية لمادة العلوم الإسلامية الأستاذ حسن خلف الله، وبحضور الأساتذة أساتذة العلوم الإسلامية الأستاذ عماد مخناش والأستاذ عبد الله الخنفر أستاذ مادة العلوم الإسلامية في ثانوية مادة أحمد، وأولئك التلاميذ بالأحرى التلميذات الحاضرين معنا هنا بدرسنا بثانوية عين ملمان وثانوية أيضا ولاد أحمد، حضروا معنا في هذا اليوم المبارك واستفدنا كثيرا من خلال التوجيهات القيمة والسديدة فاسأل بها خبيرة كما قال الله سبحانه وتعالى. فاليوم الخبرة هي التي كانت تتحدث، الخبرة خبرة سنوات في هذه تدريس هذه المادة وفي إعداد الأسئلة ولجان التصحيح. فبارك الله فيك أستاذ حسن، أظن أن التلاميذ والتلميذات يشاركنني هذا الرأي بأنه كان يوما مباركا، فبارك الله في الحاضرين. دون أن ننسى أيضا رجال الإعلام أبناء جمعية علماء المسلمين الجزائريين لجنة الشباب والطلبة ووجهة الإعلام ومدير صفحة الفيسبوك نخبة عين المال الأستاذ عبد الكريم حمدي الناشط جدا، فبارك الله فيكم ونلتقي وإياكم أبنائي وبناتي التلاميذ إن شاء الله مع نهاية البكالوريا وإعلان النتائج، فنكون حاضرين إن شاء الله معكم للفرح معكم بنتائج بكالوريا ممتازة إن شاء الله. إن شاء الله تفوقنا بإذن الله تعالى وتألقنا الدعوة رب العالمين، فالله يوفقكم ويهدينا وإياكم. السلام عليكم. شكرا 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 دكتور، شكرا شكرا، الله يحفظكم. أمين. صح. يعطيكم الصحة.